محظورات ايه؟ محظورات الاحرام ايه؟ هذا السؤال ايضا يعني تابع لسؤالهم بالامس. محظورات الاحرام، في هناك محظورات، يعني محظورات يا اخي طارق، محظورات ممنوعات، ممنوع تتعمل، اي اه يعني شيء ممنوع يتعمل. ايوه محظورات. المحظورات تنقسم لاقسام ثلاثه. القسم الاول مشترك بين الرجال والنساء، والقسم الثاني خاص بالرجال، والقسم الثالث خاص بالنساء. المحظورات المشتركه بين الرجال والنساء خمسه. واحد، حلق شعر الراس وملحقاته في الجسم. حلق شعر الراس وملحقات الشعر في الجسم. ملحقات الشعر في الجسم ايه؟ الشعر تحت الابطين، الشعر في العانه، الشعر في اي مكان في الجسم. النص الدليل على ان من محظورات الاحرام في المشتركه بين الرجال والنساء قوله تعالى في البقره 196: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تحلقوا رؤوسكم، النص هنا في ايه يا اخي طارق؟ في الراس. اي نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم. الحق العلماء بحلق الراس حلق سائر شعر الجسم كما مثلته به، الشعر تحت الابط، الابطين، شعر العانه، في اي مكان في الجسم، سوى يعني ايه في اي مكان في الجسم. يبقى ألحق العلماء بشعر الرأس في محظورات الإحرام على الرجل والمرأة الشعور الموجودة في الجسم، وألحقوا به أيضا تقليم الأظافر وقصها بالنسبة للرجال والنساء. أدي أول محظور مشترك بين الرجال والنساء. ثاني محظور، أي ممنوع بالظاء وليس بالذال، ثاني محظور من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء استعمال الطيب بعد عقد الإحرام. العطور. ايوه، استعمال الطين او العطور بعد، نقطه مهمه جدا يا اخي طارق، بعد عقد الاحرام. يعني عقد النيه. معلومه مهمه جدا مشاهدينا الاحبه، كثير من الناس بيظن ان هو مجرد، خاصه الرجال لا، او كذلك النساء، يظن الرجل انه لما يلبس الازار وهو ما يغطي به الجزء الاسفل من جسمه، والرداء ومرتب ما يغطي به الجسم الجزء الاعلى من جسمه، يظن بذلك انه قد احرم. والمرأة من نسائنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالتنا لما تكون مخصصة ملابس تؤدي فيها مناسك العمرة أو الحج، لما تلبس ملابس دي تظن بذلك أنها قد أحرمت. معي أخي طارق؟ أي نعم دكتور. هذا كلام غير صحيح. إذن الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك، النية. النية. يعني ممكن يلبس الإزار والرداء وما نواش، وممكن ينوي الإحرام وهو مش لابس إزار والرداء. نفرض إنسان ركب الطائرة والمضيف في الطائرة قال نحن الآن على مقربة من الميقات، والرجل فوجئ ولم يجهز الإزار والرداء، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون أن ينوي الإحرام. ينوي حتى لو ما لبسش. ايوه ينوي. لا، المهم يحرم، ولما ينزل بالطائره يدبر حاله بالنسبه للملابس. يعني الاحرام هو النيه دكتور، في الاصل. أيوة، الاحرام هو النيه. ايوه الاحرام نيه الدخول في النسك، ولذلك من ساعه النيه من المحظور عليه على رجل المراه استعمال الطيب في الثوب او البدن او في الاكل او في الغسل والوضوء او في اي شيء يكون. مره ثانيه، المحظور الثاني، الممنوع الثاني على كل من الرجال والنساء من المحظورات والممنوعات المشتركة من الرجال والنساء استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، يعني بعد نية الإحرام، سواء كان الطيب في الثوب أو البدن أو في الأكل أو في الاغتسال أو في أي شيء يكون. فاستعمال الطيب محرم في الإحرام بعد الإحرام. ما الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي طارق في الرجل الذي وقصته ناقته. الوقص هو ايه؟ الوقص بسكون القاف، كسر العنق والرقبه. كسر العنق. الوقص. ايوه، الوقص بسكون القاف، كسر العنق والرقبه، هذا يسمى وقص. هذا الرجل ما قصته؟ في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه، وعرفه من المشاعر. ايوه. هو محرم، اذ وقع عن راحلته. وقع عن الناقة اللي هو ركبها فوقصته فمات. مجرد ما وقع رفصته أو وقصته، الضربة دي جاءت في عنقه فكسرت الرقبة فمات الرجل وهو محرم.
وعلى عرفات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين اللي هما يا اخي طارق الازار والرداء، وفي روايه وكفنوه في ثوبيه اللي هما ايه الازار والرداء لانه رجل، ولا تمسوه طيبا. انا محل شايف الحديث معاه مات، قال ولا تمسوه طيبا، وبعدين ولا تغطوا راسه. ليه؟ لان من محظورات الاحرام عند الرجال كما يعلم المشاهدون الاحبه، محظورات الاحرام عند الرجال ان يغطي راسه، ممنوع يغطي راسه، ما يلبسش عمه، ما يلبسش جحفيه، ما يلبسش طاقيه، لا ولا تغطي راسه الرجل خاصه، ولا تغطي راسه هو وجهه. يبقى ايه؟ لان محظور الاحرام على الرجل. فان ليه لماذا يكفن في ثوبين اللي هم الازار والرداء ولا يمس الطيب ولا تغطى راسه ولا وجهه؟ قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، يوم القيامه يخرج من قبره لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، فيعرف بذلك القاصي والداني والاشهاد جميعا من خلق الله ان هذا الرجل مات وهو ايه؟ وهو ايه؟ وهو يؤدي هو محرم، هو يؤدي مناسك الحج والعمره. وهذه من حسن الخاتمه، حسن الخاتمة كما ذكرنا أكثر مرة في هذا البرنامج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عسله. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه، ورواية يلهمه بعمل صالح ثم يقبضه عليه. سبحان الله. يموت هو ساجد، يموت هو محرم بيأدي عمرة، يموت وهو بيزور مريض، يموت وهو بيزور حد في الله، يموت وهو بيعطي مساكين، يموت وهو بيقرأ القرآن الكريم. المهم حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى حسن الخاتمة، والساعة ساعة إجابة من عصر يوم الجمعة إلى المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وألا يتوفانا إلا وهو راض عنا غير غضبا. وفي رواية فإنه يبعث يوم القيامة وهو يحل. طيب المحظور الثالث، المحظور الثالث او الممنوع الثالث من المحظورات والممنوعات المشتركه بين الرجال والنساء اثناء الاحرام، الجماع ومقدماته ودواعيه. الجماع ومقدماته ودواعيه. ايه المقدمات؟ القبله، الاحتضان الى اخره، هذه الاشياء. ما الدليل؟ قوله تعالى في سوره الحج الايه 97، الايه 97: فمن فرض فيهن الحج، اي يا اخي طارق؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام، ادي الدليل. يبقى على الرجال والنساء على السواء. اربعه، المحظور الرابع من الممنوعات على الرجال والنساء اثناء الاحرام: المباشره لشهوه. المباشره لشهوه. ما الدليل؟ انه يدخل في قوله تعالى فلا رفث، لانه لا يجوز للمحرم ان يتزوج. ولا يجوز له أن يخطب بكسر الطاء، وليس بالضمية أخي طارق. ليس لا يجوز المحرم أن يتزوج وليس له أن يخطب. يعني ما يجوزش وحده هو محرم، فلئلا يجوز أن يباشر من باب أولى. المحظور الخامس، المحظور الخامس محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء: التعرض لصيد الحرم. التعرض لصيد الحرم، الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الذين حملهم الله تعالى في بره وبحره على فلكه ودوابه إلى بيت الله الحرام، نسأل الله تعالى أن يحملنا إليه يعني عواما عنه وزمنة مديدة. بيجدوا في ساحة الحرم المكي وكذلك في ساحة الحرم النبوي بيجدوا حمام كثير جدا كأنه آمن. آمن الحمام والأطيور دي كلها عفوا لا تنفر، لا تنفر ولا يعني ايه. محظور على الرجال والنساء التعرض لصيد الحرم هذا. تماما. ما الدليل؟ قوله تعالى: يا الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وانتم حرم. اي نعم. طيب ده المحظورات الخمسه المشتركه بين الرجال والنساء. المحظورات الخاصه بالرجال خمسه. المحظورات الخاصه بالرجال خمسه. محظور على الرجال لبس القميص اللي بيستر الجزء الاعلى من الجسم. والبرانس، البرنس اللي هو الثوب اللي ايه اللي هو قطعه واحده ومنه غطاء الراس. والسراويل والعمائم والخفاف. يبقى القميص، البرانس، السراويل، سراويل الجزء اللي هو بيستر الجزء الاسفل من الجسم، العمائم والخفاف. الخفاف جمع خف. ما الدليل؟
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم خزائن مفتاحه السؤال، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا، وفي رواية لا يلبسن، لا يلبسوا، يبقى رواية لا تلبسوا بلأن هي، والفعل المضارع بعدها مجزوم بلأن هي وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وفي لفظ لا يلبس بالإفراد، لا يلبس القمص، القمص جمع قميص، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الخف، إلا أحد لا يجد نعلين، مش لاقي نعلين يلبسهم، فليلبس الخفين، يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين بحيث ما يغطيش الكعبين اللي هم، والكعبين هم إيه؟ برضو معلومة مهمة جدا، شائع عند كثير من الناس عند الكعب اللي هو في بيكون في مؤخر القدم يا أخي طارق. أي نعم دكتور. لكن هذا غير صحيح، إنما المقصود بالكعبين كما قال تعالى في آية الوضوء الوحيدة في سورة المائدة، الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى إيه؟ إلى الكعبين. المقصود بالكعبين هما العظمتان الناتئتان، العظمتان الناتئتان يعني إيه ناتئتان؟ بارزتان على جانبي القدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. والبخاري في عنده أمر خاص بالنساء يقول ولا تنتقب المرأة المحرمة، المرأة لما تحرم بحج عمرة من محظورات الإحرام عليها النقاب والقفازين، وذلك النص عند البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، القفازين هم الجوانت يعني. طيب محظورات الإحرام بقى، يبقى قلنا خمسة مشتركة من الرجال والنساء، نعود فنوجزهم ونلخصهم. رقم واحد أول حاجة حلق الشعر من الجسم، الرأس أو تحت الإبطين أو العانة. اثنين استعمال الطيب في الثوب أو في البدن أو في الأكل أو في الغسل والتطهر. رقم ثلاثة الجماع ودواعيه ومقدماته. أربعة المباشرة لشهوة. خمسة قتل الصيد أو التعرض لصيد الحرام. أما المحصولات الخاصة بالرجال فخمسة، قلنا ما يحظر الرجل لبس القميص ويجمعها كل شيء يكون محيط بعضو من أعضاء الجسد. فهذه العمامة، هذه العمامة محيطة بالرأس فممنوعة، القميص لأنه محيط بالظهر والصدر، البنطلون لأنه محيط بالرجل، ولذلك محظورات الإحرام بالنسبة للرجال لبس المحيط، لبس المحيط والمخيط. طب دكتور هو بس في يعني كتير جدا من الإخوة بعتوا رسائل على الواتساب.